لا تزال حكومة الصخيرات تنتهج نهج الكذب والشائعات في محاولة منها لتأليب الرأي العام ونشر الفتن وتسهيل وصول الأتراك لموارد الشعب الليبي، حيث صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابع لحكومة السراج مصطفى صنع الله بأن هناك مرتزقة روس وأجانب آخرين اقتحموا حقل الشرارة النفطي، تصريحات كاذبة نفتها الجهات المسؤولة عن الحقل، مؤكدة أن حقل الشرارة لا توجد به إلا قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني. صنع الله والذي كان يثني على دور الجيش الوطني في حماية الموانئ النفطية، نراه اليوم ينحاز إلى كفة الميليشيات والغزاة الأتراك، ويغض النظر عن تهريب النفط من قبل الميليشيات في منطقة سيطرة حكومة الصخيرات، ولم تصدر مؤسسته أي بيان ضد هذه التجاوزات. مؤسسة النفط التابعة لحكومة الصخيرات تنتهج سياسة تمهد من خلالها للاحتلال التركي، وذلك بمحاولة سرقة الحقول النفطية. وتصريحات صنع الله الكاذبة ما هي إلا محاولات فاشلة من حكومة الصخيرات لتسليم موارد الشعب الليبي إلى الغزاة الأتراك.